مالك؟ ابدا يا حلوه ولا شيء. بتحبيني؟ طبعا. انا مش مصدقه. ليش يا روحي؟ لانك ما جيتش الحفله اللي كنت عاملها لك. فعلا كنت مشغول. ولو عزمتك في حفله عيد ميلادي هتعتذر برضو؟ ابدا يا روحي، ما في اعتذار، لازم احضر مهما كنت مشغول. ميرسي يا حبيبي. الو مين؟ الله، مين في عندك يا دكتور؟ لا ابدا ما في حدا عندي ابدا. ها جهزت لي المقابله؟ طيب طيب بكون جاهز المساء. مع السلامه. لا لا ابدا ما في ضروره.